السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة. قراءة فنجان برج الجدي، توقعات اليوم الاثنين 4 ابريل 2022. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت جديد معانا في القناة اضغط اشتراك وفعل الجرس من اجل ان يصلك التوقعات الشهرية والاسبوعية واليومية لبرجك، ولحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب أمامك على الشاشة. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. برج الجدي. الحالة النفسية والصحية اليوم يا مولود برج الجدي جيدة. شايف كمان إنك أنت بتحب النظر إلى التفاؤل، أو النظر للحياة بتفاؤل. كأنك بتستيقظ في هذا اليوم يا مولود برج الجدي حابب الحياة. منكم اللي هيكون نايم متضايق وهيصحى فرحان، هيصحى متفائل بالحياة كأنه أول يوم ليه في الحياة. طاقتكم كبيرة وحبكم لكل شيء جميل بيزداد اليوم. برج الجدي، رغم السعادة اللي ممكن تكون بتشعر بيها في هذا اليوم يا مولود برج الجدي، إلا إن أثر جرحك باين على وشك. ضحكتك باين فيها حزنك، او انك انت حابب تضحك مش بتضحك. نفسك تضحك وبتضحك عشان حابب تضحك مش عشان انت سعيد. كأن سعادتك النهاردة بتعبر عن تمردك عن الحزن والألم اللي استقر معاك كتير. في حلم بيلمع في عينيك، في حاجة مخلياك عايز تعيش، في فكرة في دماغك معلق عليها كل حاجة تمنيتها. منكم اللي بيسجد وبيدعي، ومنكم اللي بيسجد وبيشتكي بس ما بتقوموش من السجدة اللي وانتم راضيين، كأن الدعوة استجابت. يقين تام ان ربنا سمعكم، ويمكن ده اللي بيديكم الامل لبكرة. قلتها في فترة من الفترات، يا رب احتسبنا عندك مظلومين، يكفينا ان احنا نكون قدام ربنا مظلومين. أصل هي يا ظالم يا مظلوم. الظالم معروف مكانه، والمظلوم معروف مكانه. فما دام اتظلمنا يا رب وعدنا بمكاننا. شايف إن الأرض حباك، شايف الأرض واقفة. بص، دي الأرض أهي في الفنجان كأن فيها وش مبتسم. يعني ايه الارض حباك؟ يعني ممكن تبقى انت ماشي في طريقك
رايح ما بتبصش على حد ولا بتبص على الناس اللي حواليك وماشي في حالك في طريقك، وتلاقي ده حبك وده حبك وده حبك وده حبك. ممكن ده يقول كلمة عليك وحشة، تلاقي ده بيغير الكلمة دي وبيحبب فيك ده وده، عشان ربنا حبك، الأرض حبتك باللي عليها واللي مولودين منها وكلنا من طين. يومك النهاردة قلبك عارف هو عايز ايه، واللي انت عايزه حاجة كويسة، وما دام نيتك خير يبقى اللي جاي لك خير. في كلام بس اكتر حاجة بتتقال في الكلام ده انك تعبت، وان اللي عشته ما كانش سهل، وان اللي حصل لك من عند ربنا بخيره وبشره. بعد الكلام اللي قلته الحلو ده، نفسي مقولش اللي هيتقال دلوقتي، بس لازم انت تعرفه. في حد بيكرهك، راجل في حياتك، قراءة للرجال والنساء، في راجل في حياتكم بيكرهكم، اللي ظاهر عن الراجل ده ان هو حد من اهل الدنيا جاي من بطن الارض. يعني ايه من اهل الدنيا؟ يعني حد مش مؤمن بالآخرة، حد مش بتاع ربنا، ما بيراعيش ربنا، حد من الدنيا للدنيا. شايفك وباصص لك، هو مش مهم، لأن أنت وأنت ماشي على الأرض هو تحتها، فهتدوس عليه. بس يمكن الشخص ده بيحاول يكره فيك ناس حواليه، في حسد جاي منه. بس آخرتها كارما، آخرة اللي بيحصل ده وآخرة الفنجان كارما، كارما وانت عامل أساسي فيها. يعني الفترة اللي جاية هتلاقي ناس حالهم متغير للأحسن قريبين منك، اعرف ان دول نووا فيك خير، وهتلاقي ناس ربنا ابتلاهم بأشياء كثيرة حطتهم في شعور انت كنت حاسس بيه. قول الحمد لله وما تشمتش. أتمنى تكون القراءة عجبتك يا مولود برج الجدي. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من أجل أن يصلك التوقعات الشهرية والأسبوعية واليومية لبرجك. صوما مقبولا يا مولود برج الجدي. السلام عليكم.